للمزيد حول ملف التنمية في سيناء ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح بعد التحية، ملف التنمية في سيناء يخطو خطوات كبيرة وواسعة بدأت بالفعل تجني ثمارها، ما انعكس على أهالي سيناء بشكل خاص والدولة بشكل عام، قراءتك لذلك الأمر؟ هو طبعا جهود الدولة مستمرة في مسألة تنمية وإعمار سيناء. تم رصد حوالي 700 مليار جنيه للاستثمارات التنموية والبنية التحتية في سيناء، وهو رقم ضخم للغاية. الدولة بدأت بإعادة تأهيل الطرق الموجودة إلى جانب مد سيناء سواء في الشمال أو الجنوب أو وسط سيناء بمجموعة كبيرة من الطرق الحديثة، إلى جانب أنه هناك مشروعات تنموية ليست فقط المشروعات الزراعية لكن أيضا امتدت أيادي التنمية لتشمل المشروعات الصناعية والسياحية والزراعية وغيرها بهدف إحداث التنمية في هذه البقعة الغالية من أرضنا. نعم. إلى جانب أنه بالفعل بدأ استصلاح أكثر من 600 ألف فدان صالحة للزراعة، تم مد سيناء في المياه الصالحة للري، إلى جانب أنه الآن خطط الدولة التنموية تعمل على أن تكون هناك يعني تنمية حقيقية ومعدلات نمو متسارعة لأهالي سيناء، إلى جانب أنه الدولة المصرية بدأت بالفعل بناء الوحدات السكنية التي تستوعب أهالي سيناء، إلى جانب الراغبين من أهالي مصر في إقامة المشروعات والإسهام في تنمية هذه الرقعة الغالية. نعم. فسيناء طوال تاريخها لم يعني تشهد هذا الجهد التنموي الذي تشهده اليوم في الكثير من المجالات، سواء وهذا ما أريد أن أتحدث عنه أستاذ صلاح، أن عمليات التنمية في سيناء هي عمليات بالفعل متنوعة، هناك تنمية زراعية وتنمية صناعية وبالإضافة إلى الكثير من المجالات الأخرى، إلى أي مدى تجد أنه في ذلك أداة حقيقية لتفعيل وتعزيز الكتلة السكنية وجذب ملايين السكان إلى سيناء؟ أولا سيناء تتمتع بموارد طبيعية لم تستغل حتى الآن، إلى جانب أنها غنية بالكثير من الموارد التعدينية وغيرها من الإمكانات الهائلة التي ما زالت تحتفظ بها أرض سيناء ولم تكتشف حتى الآن. نعم. أراضي سيناء في معظمها ما زالت أراضي بكر لم يعني تتعرض طوال تاريخها، سواء التاريخ القديم أو التاريخ المعاصر للاستغلال حتى الآن، وهذا من حظ الأجيال المعاصرة، إلى جانب أنه أرض الفيروز كما نحب أن نطلق عليها لأنها غنية بمعادن الفيروز وغنية بالمعادن الطبيعية وغيرها من الموارد الطبيعية التي حتى الآن الدولة تعمل على إعادة استغلال هذه الموارد وإعادة اكتشافها مجددا. فسيناء يعني فيها من الثروات الطبيعية ما يجب أن تكون بالفعل مصدرا رئيسيا وإضافة حقيقية للاقتصاد الوطني المصري. نعم. يعني سيناء تحتل ثلث مساحة مصر الجغرافية، إلى جانب أنها يعني تزخر بالكثير من المقومات السياحية والزراعية والصناعية وغيرها من الإمكانات الضخمة التي لو أضيفت للاقتصاد الوطني لساهمت بالفعل على نهضة حقيقية في لهذا الاقتصاد. فالدولة تعمل الآن على إعادة تأهيل المناطق الصالحة لإقامة المشروعات الاستثمارية، إلى جانب العمل على جذب الراغبين في إقامة المشروعات في سيناء سواء من المواطنين المصريين أو العرب أو الأجانب، وتقدم لهم التسهيلات، وفي مقدمة هذه التسهيلات البنية التحتية التي يجب أن تكون متاحة حتى يتم استغلال هذه الموارد بالشكل الأفضل والأمثل. نعم. فسيناء يعني لدينا يعني بالفعل ثروة حقيقية، الدولة تعمل الآن على إعادة توظيفها وإعادة يعني استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني بشكل كامل. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.